الشهوة الخفية في الرياء، يغفل بعض الناس عن متابعة إخلاصه، فنخشى والله أن يتفاجأوا يوم القيامة أن يروا حسناتهم في مكان السيئات، ويخاف والله أن تصدق عليهم هذه الآية يوم القيامة: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا. الرياء يطحن الحسنات طحنا، حسنة تعملها وتتعب فيها ثم إذا هي يوم القيامة في ميزانك عند كفة السيئات لا الحسنات. يقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ما قال الخاسرين، قال الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والمشكلة يعني أنا تربينا على اهتمام بالناس، المفروض أن نغسل قلوبنا بإياك نعبد إياك نستعين، تربينا على ذلك. مثلا يأتيك أحدهم يقول: لا تفعل كذا وكذا حتى لا يقول الناس عنا كذا وكذا، لا تفعل كذا وكذا حتى الناس ما يقولوا عنا كذا وكذا، الناس الناس الناس. حتى الأبناء ربوا على حب الرياء، عود ابنك أن لا يفعل شيئا لأن الله لا يحبه، لأن الدين يأمرنا بذلك إن كان فعلا كذلك، لأن الله يراك بالسر، لماذا حتى يتركه مطلقا ويؤجر عليه؟ أما إذا ربيته على الناس فسوف يفعله من ورائهم إذا لم يره، وحتى إن تركه فلن يؤجر عليه، لن يؤجر على تركه. لماذا؟ لأنه إنما تركه لأجل الناس ليس لأجل الله. والناس يقعون في الرياء بشكل عجيب، أحيانا يكون وحده يتعبد ويرائي. كيف؟ يعجب بعبادته فيتمنى لو أن أحدا رآه وهو يقوم الليل، يتمنى لو أن أحدا سمعه عندما بكى، وتجد يتخيل ويتأمل كيف ستكون ردة فعل الناس عندما يعلمون بهذه العبادة التي فعلها، أو يتخيل نفسه يموت بحسن الخاتمة مثلا كأن يموت وهو ساجد أو وهو محرم بالعمرة، ثم يفكر فقط كيف سيتكلمون عني وسيمدحونني، ولا يخطر بباله عند التفكير بهذا الأمر مثلا حسن قدومه على الله لما مات هذه الميتة الحسنة. هو لوحده ولكنه ما استطاع أن ينفك عن الرياء، شهوة خفية. فأحيانا تجده لا يستحمل حتى يخبرك بعبادته،